تنتهي الكثير من العلاقات الإنسانية لأسباب مبهمة قد لا تكون واضحة في بادئ الأمر للطرفين، إلا أنه بعد مضي وقت قد يكتشفان أن السبب واضح وجلي. أحد أهم هذه الأسباب هو الصمت في العلاقة، عندما يكون أحد الطرفين ملتزم غالب الوقت بالصمت لأسباب مجهولة أيضا في التعامل مع المشكلات وتعامل مع الضغوطات في هذه العلاقة وشتى المواقف. ما هي أسباب الصمت في العلاقات؟ هل هي محبذة نفسيا؟ هل تعود بنتائج اجتماعية جيدة؟ سنتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفي الدكتور فلاح التميمي، مستشار أول الطب النفسي والإدمان. حياك الله معنا دكتور فلاح. أهلا ستي، حياكم الله. طبعا دكتور فلاح أنت من حمام الدار، ولكن غبنا وعدنا والعود أحمد بعد سنتين تقريبا. ما شاء الله سنتين. والله وكأنه مرت لحظات، بقينا على تواصل. صحيح. ولكن صحيح. أمام الكاميرا لقائنا الأخير كان من سنتين. ما شاء يعني معناته هذا شيء مفرح إلي اليوم أني أرجع لجمهورنا وجمهور قناتكم أنه إحنا نتكلم بهذا الموضوع الشيق اللي راح يكون فعلا له كتير جوانب كثيرة مخفية في الحياة. ونحن أيضا دكتور فرحين اليوم بأنه في حوزة قامة علمية مثل فلاح التميمي. دكتور فلاح، بداية الصمت، ما الذي نعنيه بالصمت داخل حيز العلاقات؟ يعني حقيقة سيدتي أنه يجب أن نعلم ماذا نعني بالصمت، لكن قبل أن نعرف ما هو الصمت يجب أن نعرف أن نحدد في أي من العلاقات. هل هي العلاقة مع الأبناء؟ نعم. العلاقة مع الزوج أو الزوجة، العلاقة مع الأصدقاء، العلاقة في العمل. حقيقة كل أنواع الصمت هاي تؤثر على هذه العلاقات. ما هو الصمت أو الصمت العقابي؟ نعم. الصمت العقابي تعمد محاولة أن لا تتفاعل نهائيا مع المقابل حتى تستطيع أن تسيطر عليه وحتى تستطيع أن تضعضعه، تربكه، وتفقده تقديره لذاته واحترامه لذاته وثقته بنفسه حتى تسيطر عليه أو تصل إلى ما تريد. هذا هو ما يعرف بالصمت العقابي. لحظة، دعني، استوقفني هذا التعريف. عندما تقول هو سلوك متعمد. نعم. إذن إرادي وليس تلقائي. 100% ومخطط له. يعني مش سمة من سمات شخصية هذا البني آدم إنه طول الوقت مثلا بلجأ للصمت. أنا أتكلم عن الصمت العقابي. الصمت العقابي هو فعل مقصود وبنية معينة للسيطرة وخلق الارتباك عند الآخر وتقليل احترامه لذاته. هو هذا هو الصمت العقابي. نعم. لكن الصمت أنواع، وليس كل أنواع الصمت سيئة. فأحيانا الصمت يكون إيجابي، لهذا لا نريد كما يقرأ المشاهدين والمشاهدات على 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 جوجل وغير جوجل أشياء كثيرة ويعتبروا أن الصمت هو كله صمت عقابي. فأنا حددت هذا الصمت العقابي أنه بهذا التعريف، وهو عبارة عن إساءة معنوية، وهو يعني من الأبيوز في العلاقات الإنسانية. ومتى لا يكون الصمت عقابيا؟ أحسنتي، لكن قبل ذلك هنالك الإهمال. أيضا الإهمال نوع من أنواع الإساءة، لكن الإهمال يكون أيضا فعل مقصود، لكن هذا الفعل المقصود ليس بالضرورة أن يكون هنالك صمتا فقط، هنالك صمتا وتحقيرا معه. نعم، حتى قد يكون هنالك نظرات، فبالتالي هو قريب لموضوع إساءة الإهمال. متى يكون الصمت إيجابيا؟ أحيانا لا تستطيعين عندما يكون زوجك غاضبا ومحتقنا ويصرخ أن تتكلمي، لأن مهما تكلمتي سوف ينفعل أكثر وأكثر وأكثر. هنا قد تأخذي هنيهة أو فترة من الوقت وتصمتي حتى تهدأ الأمور ويكون مفهوما ضمنيا أنك وزوجك سوف تذهبان فيما بعد وتتناقشان في المشكلة. فعندما تأخذي هذه الهنيهة وتصمتي حتى تهدأ الأجواء، هذا صمت إيجابي. وهنالك أنواع أخرى من الصمت. لحظة، حتى تهدأ الأجواء. نعم.
إذا كان هذا الصمت مرافق لسلوك الطرف الآخر اللي يكون في غاية الانفعال وقد يقود مثلاً إلى اتخاذ قرارات معينة من قبل هذا الطرف، صحيح. هل نناقش في هذا القرار أم أيضاً نلتزم الصمت؟ نعم، لا يحبذ إذا أنت تعلمين سمات هذا الشخص المنفعل الغير مسيطر على غضبه، كثير الصراخ، العصبي، سهل الاستفزاز، يأخذ الأمور بطريقة عاطفية استعباطية ولا يفكر في عواقب الأمور. لا ينفع أن تكلميه في لحظة الغضب بأن تكلميه بمنطق، فقد يكون الصمت لفترة معينة هو هدوء. قد يستفزه هذا الصمت الإيجابي، وقتها قد تقولين عبارة: تمام، رح نهدى ورح نرجع نحكي، بس خلينا نهدى. جميل. هذه العبارة قد تطفئ النار قليلا، لكن عندما أنت هنالك صراخ وأنت تتحدثين بمنطق وهذا المنطق يستفزه وصمتك يستفزه، لكن الكلام الذي سوف تقولينه سوف يستفزه أكثر، فهنا الصمت قد يكون إيجابي. لكن قلنا عن الصمت العقابي، إساءة الإهمال، الصمت الإيجابي، لكن هنالك أسباب أخرى للصمت. مثال دكتور. مثلا ثقتي بنفسي قليلة، غير قادر عن التعبير عن نفسي، أخاف أن أخطئ، لا أعرف ماذا أقول، لا أعرف أن أعبر عن مشاعري، لا أهتم، سمة من سمات شخصيتي البرود. كل هذه أسباب أخرى للصمت. فما أقصده هنا يكون شكل من أشكال التجنب دكتور. شكرا. ما أقصده أننا عندما نتكلم عن الصمت يجب أن نعرف ماذا نقصد بالصمت ولماذا الصمت. عندما نعرف ماذا نقصد بالصمت ولماذا الصمت نستطيع أن نفكر في الحلول، لأننا لا نستطيع أن نضع حلا واحدا لكل الأحوال. وإذا تعرضنا للصمت دكتور المتكرر من الطرف الآخر، كيف يمكننا أن نقيس ونصنف أن هذا الصمت عقابيا إيجابيا أو تجنبيا؟ بسيط جدا، بسيط. هل هذا الصمت له رسالة أم لا؟ هل منذ الزواج أو منذ بداية العمل مع بعض الصمت هذا موجود؟ أم أن هذا الصمت أتى بعد فترة؟ عظيم. بعد حدث. موضوع بسيط. إذا أتى بعد فترة، بعد حدث، فتلك رسالات يوجهها الصامت. قد تكون الرسالة أنني غضبان أو زعلان من شيء معين، قد تكون الرسالة أنني يائس، قد تكون الرسالة أننا بحاجة أن نتكلم لهذا أصمت، قد تكون الرسالة أن العلاقة انتهت. أيضا يجب أن نعلم لماذا كان هنالك صمتا فجائيا. لهذا دائما وأبدا نقول في العلاقات الإنسانية It needs two to tango. رقصة التانجو تحتاج اثنان، فلا يوجد مشكلة من طرف واحد أولا، فهي من طرفين. فنحن ليست الحلول كلها نفسها. بمعنى أعطيك مثالين متناقضين. نعم دكتور. أو مختلفين. إذا كانت الأنثى صمتت لأنني كثير الصراخ، نعم، هي تؤشر لي أنها تريد أن أخفف صراخي وأن أكون حنونا وأكون منطقيا في الحوار. إذا قرر الشخص الذكر مثلا أن يعاقب ويسيطر بالعقاب الصامت زوجته التي يراها غلطانة هنا أو لم تعمل ما تريد أو يريدها أن تعمل هكذا ويريد أن يجبرها فيهملها ويدخل بالصمت العقابي بلئامة وشراسة حتى ترتبك وتفقد ثقتها بنفسها ويسيطر عليها، هنا حل آخر. فلماذا الصمت؟ ما هو الموقف واحد ولكن الدواعي مختلف. نعم. يعني دكتور اللي يسمعنا ممكن يحكي انه هل الموضوع يستدعي ان يكون لدى الشخص خبرة في إدارة او معرفة النمو النفسي، كيفية تحليل ومعرفة الشخص الآخر حتى نستطيع من خلاله ان نتعرف عن اسباب الصمت اللي لجأ لها؟ دعيني اقول لك ان الانسان بطبيعته لديه قدراته الخاصة في معرفة اسباب
الصمت عند الآخر. إذا لم يكن يعلم وليس لديه المهارات الإنسانية الكافية، يجب أن يذهب لمعالج نفسي حتى يستطيع أن يطور وسائل مهاراته في التعرف. اليوم إذا أنت أو أنت كنت ساذجاً أو ضعيفاً أو قليل الثقة بنفسك أو لا تحترم نفسك كثيراً أو مضعضع أو سبمسيف مذعن، يجب عليك أن تعالج كل ذلك بسهولة. فبالتالي ما أقوله أنه يجب أن نعلم لماذا الصمت، وإذا لم نستطع أن نعلم نأخذ رأي المساعدين ليعلموننا. لكن أقول لك ليس دائما الصمت وصمت عقابي، قد يكون وبالذات عند الأنثى. لكنه يفهم دكتور بالذات عند الأنثى أنه نوع من الإذلال ونوع من التحقير لمشاعري وانفعالاتي. أنا أنتظر منك رد وأنتظر منك جواب، وأنت تذهب إلى زاوية معينة تلتزم بها الصمت وتتقوقع بدون أي ردود. وهذا اللي أنا أقوله، الصمت العقابي يأتي من الذكر أكثر من الأنثى. صحيح. لكن عندما تصمت الأنثى عند زوج ساخط أو غاضب، يجب أن ينتبه الزوج أن صمتها ليس بالضرورة عقابيا، قد يكون صمتها عدم قدرة على المواجهة، خوف من المواجهة، رسالة له أن يحن عليها، رسالة أن يخفض من صراخه وعصبيته أو من صمته. فبالتالي يجب على الذكر أن يلتقط ويجب على الأنثى أن تلتقط. دعيني أقول لك، أنت أشرت لشيء مهم بشكل غير مباشر، دعيني أطرحه مباشرة. الصمت كأسلوب هو بشكل عام مزعج وغير مفيد في معظم الأحوال. يعني وصلنا لهذا الحكم. نعم، لكن لا أريد المشاهدين والمشاهدات أن يعتبرون أن الصمت دائما عقاب وأن الصمت دائما سيء. مثل ما قلت، عندما يكون الذي أمامك غير مسيطر على انفعالاته، قد يكون الصمت قصير المدة مع المعرفة أننا سوف نرجع نحكي في الموضوع بعد أن نهدأ إيجابيا. لكن الصمت كأسلوب عقابي هو شيء سيء لأنه يؤذي الطرفين. كيف يؤذي الطرفين؟ أول شيء يؤذي الشخص المقابل من حيث ثقته بنفسه، احترامه لذاته، إذعانه أن يفعل أشياء لا يرضى. لكن أيضا يؤذي الشخص الذي استخدم الصمت العقابي. لماذا؟ المقابل الضحية قد يكون لحد معين موافق لفترة من الوقت، ثم الضحية يصل إلى مرحلة الاستنزاف، الاحتراق النفسي، وعندها يدخل مراحل الانفصال العاطفي ويصل إلى مرحلة اللامبالاة وعدم الرغبة في الرجوع إلى نفس دائرة الإساءة حتى لا يساء له مرة أخرى، لأن استنفذت المحاولة. خلاص استنفذ. فبالتالي سوف ينعكس عليه لاحقا هذا الصامت المعاقب سلبيا، أن الطرف الآخر سوف في لحظة معينة بعد فترة من الوقت ينهي كل العلاقة وينهي أي وسائل الإصلاح، لأنه وصل في مراحل الانفصال الأربعة أو الخمسة إلى مرحلة اليأس من أن ينعدل هذا الطرف ولا يريد أن يرجع إلى الكرة. طيب اسمح لي دكتور، تحدثنا عن الصمت وأشكال الصمت ولماذا نلجأ إلى الصمت في العلاقات. الشخص الممارس عليه الصمت، تحديدا الصمت العقابي، كيف له أن يتصرف؟ أنت للتو تقول بأنه في مرحلة ما سيفقد صبره وييأس من العلاقة وتستنفذ كل محاولاته فينسحب أو يبقى جامدا باردا في محله بدون أي محاولات، أو يبقى حتى مذعنا طوال الحياة. ممكن. نعم. لكن ما هو السلوك الإجرائي الصحيح مع الشخص الذي يمارس علينا الصمت العقابي؟ دعيني أقول لك شيئا، الحاجة للعلاقات الإنسانية شيء مهم جدا، والعلاقات الإنسانية هي أكثر مؤشر للسعادة في العالم. لكن العلاقات الإنسانية أو الحاجة للعلاقات الإنسانية لا تأتي من شخص آخر. فأول شيء يجب أن يكون هو أن تنوعي في علاقاتك. يعني أنت تحتاجين الاحترام والتقدير والحب والامتنان
والملائمة والموامة وغيره من الحاجات، لا يجب أن تكون فقط من طرف آخر، يجب أن تنوعي في الحصول على حاجاتك من أطراف أخرى، الأم والأب والأخ والأخت والصديقة والصديق والابن والابنة والجميع والأب والأم. فبالتالي إذا حصرت نفسك في علاقة محدودة فقط وهي علاقة سامة، سوف يصيبك الشعور بالظلم، الشعور بالقنوط وخيبات الأمل، الخوف، القلق، الحزن وكثير مشاعر سلبية. فبالتالي أول شيء أن تنوع في العلاقات. ثانيا، من أسباب السعادة أن يكون الإنسان مطمئنا ومرتاحا نوعية الحياة. يجب أن تمارس حياتك، عملك، أكلك الصحي، نومك الصحي، هواياتك، ما تحبينه. ثالثا، وهو يجب أن يكون أولا، أن يدرك الشخص أن الموضوع لا يخصه، يخص الطرف الآخر. فإذا أدرك هذه الحقيقة لا يفقد الثقة بنفسه ولا احترامه، ولا يشعر بالذنب، ولا احترامه لنفسه ولا تقديره لذاته ولا شعوره بالذنب، ويعلم أن المشكلة ليست لديه، فبالتالي لدى الطرف الآخر. هنا تأتي رابعا، هنا هو يقرر هل يريد أن يساعد الطرف الآخر، هل الطرف الآخر يستحق أن يتم مساعدته، لأنه قد يكون يمارس ذلك حتى لو كان تحت وعي لكن بغباء اجتماعي أم لا، أهمية هذا الشخص لدي حتى أساعده. خامسا، أقرر أنا هل أستمر مع هذا الشخص أم لا أستمر مع هذا الشخص، بناء على تحقيق حاجاتي في العلاقة، هل تم تحقيق حاجاتي في العلاقة أم لا، أنا أقرر بالنهاية. لكن الخطوة الأولى أن أعلم أن الموضوع لا يخصني، يخص الطرف الآخر. أنت تحدثت دكتور عن الإجراءات للتعامل مع الصمت العقابي، ولكن ردة الفعل الآنية كيف تكون؟ يعني أحاول مع هذا الشخص بأنه تكلم، لماذا أنت بعيد؟ لماذا تحاول تجنبي؟ لماذا لماذا لماذا؟ ألقي هذا الكم من علامات الاستفهام علي، أم أنا أيضا أذهب إلى الصمت فكل منا ينتظر الآخر حتى يتراجع عن موقفه أو يتنازل؟ تعلمين ما هو الطلاق المعنوي؟ سمعت به. الطلاق المعنوي هو طلاق يأتي بسبب وجود فجوة ومسافة في العلاقة الزوجية، كل على رأس جبله وبينهما واد سحيق، كل واحد يصرخ على ليلى أو يصمت ويصرخ في قلبه. فبالتالي هذا هو الطلاق المعنوي، الصمت المتبادل سوف يذهب إلى الطلاق المعنوي. يعني مو حل؟ أكيد لا، لكن هذا بخليني دكتور أرجع للوابل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي من هذه الإرشادات التي تأتينا من أنصاف الاختصاصيين غير الأكفاء، إنه أصمت عندما يصمت، لا تبادره الحديث حتى لا يستمر في صمته العقابي. هذه النصيحة الجوهرية يعتبروها. أنا أقول مواقع التواصل الاجتماعي، جوجل بالذات، دكتور جوجل، لا شك أن لديها معلومات تثقيفية واسعة وممتازة للثقافة، الثقافة العامة. نعم، ما يحصل سوء استخدام مواقع التواصل وجوجل بالذات، دكتور جوجل، نعم، دائما أسميه دكتور جوجل، أنت تفهم التثقيف الصحي وكأنه علم واضح ومحدد، وأن دكتور جوجل صاحب الاختصاص الأكبر وتستطيع أن تفعل ما يقوله دكتور جوجل والسلام. لا، في هذه الحالات عندما لا تستطيع أن تقرر ماذا تفعل أو ليس لديك المهارات، يجب أن تلجأ إلى المختص المناسب حتى تتعلم هذه المهارات، سواء مهارات عاطفية، تفريغ مشاعر، تنظيم مشاعر، مهارات تفكيرية، إعادة البناء المعرفي لأفكارك الخاطئة واستنباطاتك واستنتاجاتك، السلوك الغير مرغوب، تعديل السلوكي، وأيضا وسائل التواصل، communication skills. أحيانا قد يكون كما قلت أن الصمت هو عبارة عن عجز أو عدم قدرة على التعبير، فلهذا يجب أن في البداية نحدد مسألة الصمت. تعقيبا على ما قلتي وبعد ذلك الشرح، أقول
أنه الصمت لا يبادل بالصمت ولا يبادل أيضا، يعني غير مجدي دكتور إذا بودل بالصمت؟ الصمت لا يقابل بالصمت، لكن ولا أيضا يقابل من خلال دوما استفزاز الطرف الآخر. هنالك أرجع وأقول هنالك فترة خطبة قبل الزواج كانت. هذه فترة الخطبة ليست علشان نذهب إلى المطاعم ونعمل البحر طحينة ونتكلم عن أمانينا وكل يدخل في حلمه ولا يتحقق شيء. هذه لوضع أسس العلاقة الصحيحة. ما هي أسس العلاقة الصحيحة؟ ليس فقط أن نتفق وقت الاتفاق، يجب علينا أن نتفق وقت الاختلاف ماذا نفعل. فلهذا أما أقصد أن نتفق وقت الاختلاف ماذا نفعل، أننا عندما يحدث مشاكل مثل هذا الصمت يجب أن نكون متفقين مسبقا ماذا نفعل. نعم أنا صمت لأنك عصبي، بعد ساعة ساعتين ثاني يوم أعمل لك فنجان قهوة أو تعمل لي فنجان شاي، ما أراجع في اللي صار؟ أعيد، يجب علينا من الأساس أن نتفق ليس على نقاط الاتفاق، نتفق على كيف عندما يحدث اختلاف نحل الاختلاف. فهذا يختلف من شخص لشخص، من زوج لزوج، زوجة لزوجة. بمعنى نتفق أننا عندما أنا أصمت افهم أنك عصبي ولا أريد التحدث الآن وسوف نتحدث فيما بعد، أو مثلا عندما أصمت أكون حزينة ولا أريد أن أتحدث الآن فلنتحدث فيما بعد. شيء مثلا أنا عندما أغضب وأقول أشياء غير منطقية لا تجاوبيني لأنني سوف أنفعل أكثر، انتظري إلى أن أهدأ وسوف أحضر لك وردة. بس أنت عارف دكتور، أنت قاعد تطرح مثال للزوج والزوجة، إذا مورس الصمت من قبل الزوجة طبعا احنا لا اثنين، بس النساء ما بتحمل الصمت العقاب ولا الرجال، يعني حتى لا نكون نسبة وتناسب دكتور، مين عنده قدرة على التحمل؟ حتى لا نكون متحيزين. هنا الذكر والأنثى سواء، بمعنى ليس فقط الذكر قد يستخدم العقاب الصامت، لكن الأنثى أيضا تستخدم العقاب الصامت. فبالتالي دعينا لا ندخل في النسب، دعينا نتكلم بشكل عام كيف نستطيع أن لا نكون متحيزين وأن نسعى إلى هدف مشترك. الهدف المشترك دوما في المشاكل الزوجية ليست على من الحق، لكن انقطع التواصل كيف نعيد التواصل بطريقة إيجابية ونحقق حاجات العلاقة الزوجية بين الطرفين حتى يكون الجميع فائز في الموضوع. فبالتالي دعينا لا ندخل ذكر وأنثى، هذا كل حالة لها خصوصية، لكن دعينا نقول أنه بالنهاية يجب أن يكون هنالك اتفاق مسبق. عندما يكون من أي أحد من الطرفين إساءة سواء بالصراخ أو بالصمت، كيف نحلها فيما بعد؟ قد تنحل بعد ساعة، بعد يوم، بعد يومين، حسب كل اتفاق، لكن لابد من الحوار المبني على نحن نحب بعض، نحترم بعض، نقدر بعض، قد نختلف، يجب أن نضع حلول الاختلاف. افرضي أننا لم نستطع، لا يذهب الطرف الصامت سواء صامتا عقابيا أو صامتا لأسباب أخرى إلى موضوع الانفصال والطلاق مباشرة. هنالك عندما تدخل إلى اليأس والاستنزاف هنالك مرحلة ما قبل الطلاق أن تراجع مستشارا زواجيا حتى يستطيع أن يساعد الطرفان. لأننا دوما وأبدا نحن نحرص على العلاقة الزوجية أكثر من تفريقها، إلى أن تصل إلى مرحلة يصبح الألم من البقاء أكثر من الألم من الانفصال، وقتها قد نذهب إلى الانفصال. دكتور الوقت داهمنا، وحواراتنا دائما معك تتجلى فيها محاور عديدة، بإذن الله نستكملها في لقاءات لاحقة، ولكن اسمح لي بسؤال سريع أخير وإجابة مختصرة عليه. أنت قلت بأنه نساعد الطرف الآخر من ضمن النقاط الذي يمارس علينا الصمت، كيف يكون شكل هذه المساعدة؟ أولا نفهم لماذا هو أساسا مارس ذلك، وقلت أنا إذا كانت هنالك لي حاجة سواء عاطفية، اجتماعية، أخلاقية، أسرية، مالية، عائلية، اجتماعية،
في 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 حاجة أريد تحقيقها، وأساعده من خلال أن أتفهمه، أن أحاوره، أن أذهب أنا معه إلى معالج زواجي. نعم. في كثير من طرق المساعدة، لكن بالنهاية أنا أقول دائما تريثوا وتريثنا قبل اتخاذ أي قرار بإنهاء علاقة فيها صمتا عقابيا أو فيها إساءة أو فيها إهمالا أو فيها صراخا أو فيها غضبا أو فيها عدم تفاهم أو فيها عدم تحقيق حاجات في الزواج. تريثوا وتريثنا وحاولوا أن تحلوا الموضوع. وبالنهاية كما ذكرت بأنه نلجأ إلى الانفصال والتخلي هنا يكون شكل من أشكال التجلي. كل الشكر لحضورك. شكرا. معنا الدكتور فلاح. شكرا. التميمي، مستشار أول الطب النفسي والإدمان، على ما قدمته من معلومات في غاية الأهمية عن الصمت العقابي في العلاقات الزوجية. شكرا ستي. شكرا. شكرا. بتمنى دايما لكم ولكل الأزواج عيشة سعيدة وهنيئة.